الحمد لله، الحمد لله المتفرد بالعز والجلال، جل عن كل مثل ومثال، وتعالى عن حكم الفكر والخيال. أحمده سبحانه على كل حال، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، خير من نطق وقال، وعلى جميع أصحابه والآل، صلاة يدوم نفعها في الدنيا ويوم المآل. أمرنا الله تعالى جميعا بتقواه فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأمرنا الله تعالى بالقرب منه والاستعداد للقائه فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فاللهم اجعل ذكر الآخرة لقلوبنا ملازما، ووفقنا للتوبة توفيقا جازما، واقبل صالحنا واغفر لمن كان آثما. وبعد، تخيل معي أن أحدا من المسلمين دعاك إلى العشاء، فلما أجبت دعوته قدم لك لحم خنزير لتتناوله معه. لا شك أن كل مسلم سيستبشع هذا الأمر ويستقبحه، لأنه يعلم ضرورة أن هذا حرام، بل صار مستقبحا في النفس. طيب، تخيل أنه قال: أنا غاضب عليك إن لم تأكل معي، ويريد منك أن ترضيه بأكل لحم الخنزير معه، كيف سيكون استهجانك لهذا الأمر؟ أنا أسائلكم جميعا: كيف يكون حالك عندما تسمع أحدا يغتاب آخر؟ وكيف نستسيغ لأنفسنا أن نغتاب الآخرين وربنا عز وجل قد شبه الغيبة بأكل لحم أخيك ميتا، مش لحم خنزير، مش لحم بشر، يعني لحم البشر محظور. طب لحم البشر الميت أشد حظرا، طب لحم البشر الميت اللي هو أخوك أشد وأشد في الكراهة والاستقباح. كأن الله تعالى يريد منا أن نستقبح أمر الغيبة وأن نكرهها في قلوبنا أولا، كما نكره هذا المشهد، مشهد وصورة أن تأكل لحم أخيك ميتا. ولذلك يقول الله تعالى: أيحب أحدكم، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فلما تشوف لحم الخنزير ما تقولش هيه، ما أنت برضو قاعد تغتاب الناس وتأكل في أعراض الناس، لماذا لم تستقبح ذلك؟ لماذا لم نتربى على ذلك؟ لماذا لا نربي أولادنا على استقباح هتك أعراض الناس كما نربيهم على استقباح لحم الخنزير؟ في خلل في التربية وخلل في التعليم. ولذلك أعظم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد الحج قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، سمعتك بين الناس، ما ينفعش حد يهتك هذه السمعة وهذا العرض، إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم. حرام يعني شيء مقدس لا يجوز الاقتراب منه ولا انتهاكه، حرام عليكم. بس كده لا، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. جعل حرمة الأعراض كحرمة هتك الدماء والأموال. ولذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى
يقول: حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة مودعاً أمته، لأن الغيبة ده مش فقط كلام تلوكه الألسنة، ده أعراض تهتك وبيوت ستدمر وعداوات ستنشأ وقتل سيحصل وخلل اجتماعي كبير، مش بس كلام لإمضاء الوقت وللضحك والاستهزاء بالناس. يقول ابن المنذر: حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة مودعاً أمته، وحرمها تحريماً أضيف إلى تحريم الدماء والأموال، ثم زاد على ذلك تأكيداً بإعلامه أن هذا التحريم كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام. Imagine you're invited by a practicing Muslim for a dinner. And once you accepted the invitation, you found out that he's inviting you to eat pork with him. How would you feel about that? You may feel that this is insulting and this is very detestful. Everyone knows that this is haram in Islam and it is forbidden in Islam. Imagine if he's angry with you if you do not share that meal with him. You will even feel more detestation against that person because he does not respect you and he does not respect what you actually believe in and what every Muslim believes in and practices. And people not only believe that this is haram, it becomes, because it is haram, it becomes, people develop distaste for it anyway. But did you know that you fall into a graver sin than this when you backbite others? Allah subhanahu wa ta'ala compared backbiting to cannibalism. It sounds very detestable, very disgusting. But this is what the Quran uses. The Quran says, do not backbite each other. Would any one of you like to eat the flesh of his dead brother? You detest it. So be mindful of Allah. Allah accepts repentance and shows mercy. إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. This is ayah 12 in Surah Al-Hujurat. So if you feel that eating pork is so detestable, you should feel the same thing when it comes to backbiting. Otherwise, there would be a big problem in the way we understand the deen. If we raise up the kids to abhor the idea of eating pork, and they hear us backbiting others and attacking people's reputation day and night, and then they read an ayah like this, they know that there is a problem. They need to understand that this Quranic image of cannibalism, of comparing backbiting to cannibalism, this idea, this image is intentional so that you develop that distaste for backbiting. Not just not doing it, but you dislike it, you distaste it. It doesn't make sense when someone is absent and you're attacking them. That is why the Prophet sallallahu alaihi wasallam, on the day of Arafah, that sacred day, in that sacred month, in this sacred land, he sallallahu alaihi wasallam said, your money and your wealth and your blood and your money and your reputation or honor is as sacred as the sacredness of this day, in this month, in this land. This is how serious this matter is. Imam Ibn al-Munzir said, remember here that the Prophet sallallahu alaihi wasallam associated backbiting with murder and stealing, because it ruins the society. It could ruin someone's social life. When you belittle them and speak and make fun of them. So what is backbiting actually? What is the exact definition of backbiting? And why is it so widespreading? And we fall into this major sin
without feeling it and without regretting it, it becomes a habit, like talking. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is the one who defined it for us. He said, sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal ghiba?" Do you know what backbiting is? The Sahaba said, Allah and His Prophet know best. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Dhikruka akhaka bima yakrah." It's when you say something unpleasant about your brother in his absence, of course. قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ. They said, what if that unpleasant thing, actually, he has it? The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّ افْتَرَيْتَ عَلَيْهِ الْكَذِبِ. The Prophet sallallahu alayhi wasallam answered, if he has that unpleasant thing, then what you did is backbiting. If he doesn't have it, what you did would be slandering. فَحَدُّ الْغِيبَةِ أَن تَذْكُرَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ لَوْ بَلَغَهُ سَوَاءٌ نَقَصْتَ ذَكَرْتَ نَقْصًا فِي بَدَنِهِ أَوْ نَسَبِهِ أَوْ خُلُقِهِ أَوْ فِعْلِهِ أَوْ قَوْلِهِ أَوْ دِينِهِ أَوْ ثَوْبِهِ أَوْ دَارِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أي شيء يكرهه هو. أي شيء يكرهه هو. لا يجوز أن تذكره في غيبته لتحقر من شأنه. فهذا ذنب من كبائر الذنوب. So it goes back to what that person hates. Whatever he considers unpleasant is what you cannot say in his absence. It's not your definition. You're not the one who will define what unpleasant is, but the one you're backbiting, the definition comes from him. Whatever he considers unpleasant is what you must stay away from calling him this way. Even if it is writing, even if it is a post on Facebook, that is backbiting. It doesn't have to be verbalized. As they say, القلم أحد اللسانين. Your pen is also another tongue for you. So whatever you write, whatever you say, whatever you do, in a way that belittles others and communicates this idea of belittling others, in a way that they dislike, is considered backbiting. And it is a major sin. And we know what a major sin is. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, on the day of judgment, there will be absolute justice. There will be absolute justice. If you backbite somebody, on the day of judgment, Allah will not make them backbite you. No, they will take some of your hasanat. And if you ran out of your hasanat, some of their sayyat will be given to you. That is the currency on the day of judgment, hasanat and sayyat. And this is your decision. And before this, it should be detestable. It should be abhorrent. If you do not develop that distaste for backbiting, there is something wrong in the way you understand the deen and in the way you understand akhlaq in Islam. طيب لماذا يشيع هذا الأمر? Why is it so widespreading? لأن للناس في الغيبة فنونا. للناس في الغيبة فنونا. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذكر الدقائق والعجائب في ذلك. عشان اللي بيقول أنا بغتاب ومش حاسس إن أنا بغتاب. هقول لك دلوقتي أنت مش حاسس ليه. وكيف تبرر لنفسك تمرير الغيبة. How do we justify backbiting to the point that we do it without feeling it? Without regretting it. Imam al-Ghazali said, there are some very delicate methods that people use unconsciously. أول أسلوب, أسلوب التعجب. أسلوب التعجب. يعني مثلا,
واحد بيقول لك فلان عمل كذا، فأنت مش عاوز تظهر له أنك يعني الواد بتاع الغيبة، فأنت هتقول له معقول؟ معقول عمل كذا؟ أنا كنت أحسبه غير هذا، ما علمت منه أنه يفعل كذا. أنت وأنت بهذا الكلام بتعمل إيه؟ أنت قاعد تنهش فيه هذا التعجب، يزيد من نشاطه في الغيبة فيدفعه إلى المزيد حتى تستخرج أنت منه مزيداً من الغيبة، وانت قاعد تقول له معقول. طبعا انت بتقول لي دلوقتي انا لم اشاركه في غيبة ولم اطلب منه، ده انا كنت بستفسر. لا، انت بتتعجب حتى تخرج منه مزيدا من المعلومات، انت عاوز يحكي القصة كاملة. دي طريقة الناس بتستخدمها، وبعضهم يستخدم اسم الله، فلان حصل له كذا، بدل ما يقول له اسكت او بدل ما يسيبه يمشي يقول له سبحان الله ما أعجب هذا. أو قاعد في مجلس واحد بيغتاب واحد والناس مش متابعين، فيقوم هو يقول سبحان الله ده عجيب، عشان الناس تنتبه إلى الغيبة ويسمعوا أكتر. كل دي دقائق إحنا بنقع فيها. وفي أسلوب تاني ذكره الإمام الغزالي، هو دعوة لاغتمام، دعوة لاغتمام، إنك تعمل نفسك الواد الحزين قوي، تقول كده، تروح لواحد تقول له والله لقد ساءني ما جرى لمحمد ابن معرفش إيه، وتدعو له ربنا معرفش إيه. أنت لو فعلا بتقصد الدعاء كنت دعوت له من غير ذكر اسمه، ودعوت له خاليا، أنت فضحت الدنيا. لكن أنت بتظهرها بصورة الواد بتاع الصلاح قوي، يعني لقد حزنت وساءني ما جرى لفلان، وانت عارف في قلبك ان انت عاوز الناس خلاص ايه اللي حصل، وتبدأ تقول بس بلاش ايه اللي حصل، وتشويق شغل مسلسلات. ده اللي بيحصل في مجالس، اصلا ما فيش حد هيجي يقول لك تعال نغتاب ونأكل لحم اخينا ميتا، فيش حد هيعمل كده. لكن هذه هي الاساليب التي تنطلي على الناس، وهو ده النفاق الخفي الذي لا يعلمه إلا العلماء، علماء الآخرة اللي عارفين يعني إيه علاقة مع الله، ويكشفوا ويفضحوا هذه النفس. أسلوب ثالث، قال إن ده أسلوب أهل الصلاح، شغل مشايخ بقى. هيعمل إيه صاحبنا؟ ده صاحبنا أصل هو بقى فاهم أو الموضوع، عارف إنه هو حرام، فهيظهر التعفف عن الغيبة من خلال دعاء يفهم منه عيب الغير. يعني فلان يذكر أمامه فما هيغتبوش، بس هنقول نعوذ بالله من كذا، أو نسأل الله أن يعصمنا من كذا. هو لم يذكر الشخص بسوء، لكنه لما يقول أسأل الله تعالى أن يعصمني من الزلل، ده معناها إيه؟ معناها إن صاحبنا الآخر وقع في زلل، وهو كده اغتابه، بس اغتابه بإيه؟ بعمة شوية، اغتابه مع العمة، اغتابه مع اللحية. ده شغل أهل الصلاح في الغيبة. أو يقول الحمد لله الذي لم يبتلنا، يا سلام، فلان ذكر أمامه بسوء فيقول الحمد لله ربنا ما ابتلناش، ما أنت كده بتقول لعنة الله عليه إن ربنا ابتلاه، وكده كمان بتشجع اللي قدامك يبدأ يسرد، ما انت اديت له إشارة خضراء الآن إن هو يبدأ يسرد. كل واحد يعلم نيته في قلبه لما يقول الحمد لله وسبحان الله. والعظيم هنا أنه يستخدم اسم الله، يستخدم اسم الله غرورا وجهلا ليقع في ذنب من الذنوب، والآخر يقول لك تعظيم الله والأدب مع الله. فين الأدب مع الله الآن؟ So why is it so widespreading that people backbite unconsciously? Yes, they do it willingly and knowingly, but sometimes it becomes a big habit that they do it unconsciously. Imam al-Ghazali revealed some of these secrets because people will not say to you, let's come and backbite that person.
or eat the flesh of our dead brother who did ma'arafsh yesterday. No one would say that, but they use some strategies. One of these strategies is that strategy of surprise. Someone's name is mentioned, and you said someone did this or said this. Instead of stopping him or saying something good about that person or leaving, you say, "Really? Is that true? Did that really happen? I always thought that this is a good kid." And you might think that these are just exclamatory questions, but your intention is to get more information and to entice that person into more backbiting. Allah knows what is in your heart. So these strategies would work for people, but they do not work with Allah. Another strategy that people use is even using the name Allah. Someone is backbiting someone in a gathering, and no one is paying attention. So you volunteer to let people get the attention, and you say, "Subhanallah, how wondrous is this?" And people will look and listen to what that person is saying. So you're using the name of Allah to abuse somebody. You're using the name of Allah to abuse somebody. What kind of adab do we have with Allah? Another strategy is the technique of sorrow. Someone's name is mentioned and something's, or you even initiate it and you'd say, "I am saddened about what happened to Muhammad," or "he did this." And you're acting as if you really have compassion for that person, but in the process, you're saying bad things about him, and Allah knows your intention. You might say, "But I really feel sad." You may not have mentioned his name. You could have prayed for him in private. Why do you have to mention his name in public and give that list of abuses against him and spread these negative remarks that he does not like to be said about himself? This is what these are the strategies we use. Or sometimes you use this pious way. What is the pious way for backbiting? Someone's name is mentioned and something bad is mentioned. So instead of stopping that, you say, "We pray that Allah protect us from such and such." You're saying this, "We pray that Allah protect us from error, that Allah protect us from misguidance." This is an indirect way of accusing that person that he's falling into error and misguidance. Or whatever negative remarks you're making about that person. Inshallah, nukmil باقي هذه الأمور بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. After Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala talked about these techniques that people use to deceive themselves into backbiting, he mentioned also some of the motivations and some of the reasons why people practice backbiting. He said one of these reasons is envy. You do not like somebody, so you do not want people to like him, so you start spreading negative remarks about him and talking about him or her negatively. This is a problem in the heart that you need to deal with. Another reason for falling into backbiting is to backbite just to fit in and belong to a group. Because if they start backbiting and you stop them, you would be considered that really that person that no one would like to associate with. This, you do not fit in. So you allow it, and you participate, and you talk more, and you add more remarks to enrich that discussion about backbiting somebody. Why? Because you want to fit in. You want to be
to be recognized by them and approved by them. Another way is that people could also fall into backbiting because they want to take pride and feel boastful by exalting themselves through belittling others. Because when you belittle them, you're indirectly saying, I am better. So this is one way that you're psychologically sick. You need help. This is a psychological problem. You need help. Another way is just to kill time and to laugh about people. وَأَنَا أَسْأَلُكَ يَكْفِي أن تعلم أنك بالغيبة تعرض نفسك لسخط الله عز وجل. فهل ترضى لنفسك أن تضحك الناس لتسخط الله؟ So would you like, would you be happy when you make people laugh and in return you gain Allah's displeasure because you want to fit in? You prioritize their pleasure over Allah's pleasure. هل ترضى لنفسك أن تنقل حسناتك إلى من اغتبته حتى ربما والعياذ بالله تترجح كفة سيئاتك لهذا الذنب الخطير? Would you like your حسنات to be moved to the person you're backbiting? And maybe the way of your سيئات would be greater because of that sin. هل ترضى لنفسك أن تترك عيبك وتشتغل بغير بعيب الآخرين ولا ما عندكش عيوب؟ إذا كنت تظن أنه لا عيب لك فهذا أعظم العيوب. Would you like to abandon thinking about your own shortcomings and instead you focus on others' shortcomings? If you think you don't have shortcomings, that is your biggest shortcoming. بعض الناس ترضى الله لرضى الناس. Some, as I said, would prioritize people's pleasure over Allah's pleasure. And this is all in that sin, which is great sin, but we take it lightly, and it is part of our conversations. As some say, it's the fruits of our gatherings. دي فاكهة المجالس الآن. وأنا أريد أن أختم بهذه النقطة. بعض الناس يقول ما كل الناس بتغتاب، فلان بيغتاب وفلان بيغتاب، وهذا جهل، لأنك تعتذر بالاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به. أنت بهذا تعتذر بالاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به. ذلك الإمام الغزالي بيقول ده بالضبط زي إيه؟ زي شاه تنظر إلى العنز تردي نفسها من قمة الجبل. فلما الشاه شافت العنز بترمي نفسها من قمة الجبل قالت والله وأنا كمان هرمي نفسي من قمة الجبل، لأن العنز أكيس مني وقد أهلكت نفسها فكذلك أفعل. ينفع هذا الكلام؟ هو ده بالضبط اللي أنت بتحكيه الآن. هذا هو ما نحكيه الآن لما نتعذر بشيوعه. طب نعمل إيه بقى لما نسمع مجلس غيبة؟ وهل في حالات ممكن أذكر فيها إنسان بشيء يسوءه؟ ولو وقعت في هذا ما كفارته؟ دول ثلاث أسئلة كبيرة عريضة نتحدث فيها إن شاء الله تعالى في خطبة قادمة. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل. اللهم أمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا عن أهله إلا إلى أهله سالما غانما رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون
وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.